برج الحمل مهنياً تقدم في المجال المهني والعملي وتحسن في الوضع المادي وسفر يحقق لك مكاسب مادية ومعنوية. عاطفياً تنعم بالحب ودفء العاطفة مع الشريك أو الحبيب، وهذا يساعدك على الإبداع في عمل تخطط له منذ فترة. برج الثور مهنياً أمامك فرصة ذهبية لتحسين وضعك المهني والمادي، اغتنمها وحاول من خلالها أن تجري تغييراً واقعياً على أسلوب معالجتك للأمور القائمة. عاطفياً تعيش تجربتك العاطفية بنجاح وتغير نظرتك للحب، وتفتح أمامك أبواب التفاؤل وتحرك مشاعرك النائمة لتعيش الحب الصافي مع الحبيب أو الشريك. برج الجوزاء مهنياً تحلم كثيراً بتغيير واقعك المهني، ولكنك بطيء في القيام بالخطوات اللازمة لذلك، واليوم يكون الحظ بجانبك فبادر ببذل الجهد اللازم. عاطفياً أحد الأصدقاء يحاول تعكير صفاء علاقتك مع الشريك أو الحبيب بتلفيق بعض الأكاذيب المغرضة، ابتعد عنها. برج السرطان مهنياً تستلم موقعاً جديداً وهماً يرفع من قدرتك على تنفيذ أفكارك وآرائك ويزيد دخلك المادي ويجعل الآخرين بحاجة إليك. عاطفياً ربما تنتابك اليوم أحاسيس متلاحقة ومتناقضة من الفرح والحزن والتأثر بآن واحد. تفاءل وتعاون مع الحبيب أو الشريك لخلق شيء جديد كي لا تشعر بالإحباط. برج الأسد مهنياً تمر اليوم بوضع استثنائي حيث تنتهي من أمر قديم مزعج ويزدهر وضعك المالي، وتلتقط فرصة مهنية تنقلك نقلة نوعية نحو الأمام. عاطفياً تستغل جاذبيتك بشكل خاطئ وإلى درجة الغرور المطلق. التواضع والتواصل الشفاف مع الحبيب أو الشريك طريقك للحب الحقيقي. برج العذراء مهنياً تستفيد من عملك المهني للقيام بإنجاز هام من أجل المجتمع والخير العام، وترضى عن ذاتك ونفسك وتشعر بالفخر. عاطفياً تعيش الغرام المتجددة مع الشريك أو الحبيب وكأنك تقع في الحب لأول مرة، وتعمل المستحيل للحفاظ عليها. برج الميزان مهنياً ربما تكون أمام أمر يحتاج لقدر كبير من المسؤولية والذكاء، ادرسه جيداً قبل اتخاذ أي موقف. عاطفياً ربما تميل اليوم للإنعزال وتبتعد عن جميع العلاقات الاجتماعية، وتحاول الجلوس ومحاسبة نفسك عن كل الأخطاء التي ارتكبتها بحق الحبيب أو الشريك. برج العقرب مهنياً قد تتلقى اليوم دعوة للاشتراك بنشاط يزيد من خبرتك ومستواك المهني، وتشعر بالتفاؤل والرغبة في تطوير قدراتك. عاطفياً قد يصارحك اليوم الحبيب أو الشريك بأخطاء ارتكبها بحقك عن حسن نية، سامحه وابدأ معه صفحة جديدة. برج القوس مهنياً لا تسبح ضد التيار ولا تتعاطف مع ما يحدث حولك، وافتح صفحة جديدة من حياتك الاجتماعية والمهنية. عاطفياً تعيش اليوم مع الشريك أو الحبيب لحظات مميزة فيها الحب الراقي والعشق الغير محدود. برج الجدي مهنياً تبذل جهدك لبلوغ أعلى درجة من درجات طموحك في المجال العملي والمهني، هادفاً من ذلك فرض نفسك ومتجاوزاً الواقع المحيط بك. عاطفياً يتقرب منك الشريك أو الحبيب أكثر ويحاول كسب ودك وحبك، ويطلب منك الصفحة ونسيان سوء التفاهم الحاصل بينكما. برج الدلو مهنياً اسبح مع التيار وقدم بعض التنازلات للحصول على ما تصبو له من تقدم مهني، لأن الوقت يتطلب ذلك. عاطفياً
تكون اليوم أمام خيارين: الأول الشك والغيرة التي تقود لانهيار علاقتك العاطفية، والثاني الثقة والإخلاص والتي تجعلك تعيش الاستقرار النفسي والعاطفي. برج الحوت. مهنياً، تظهر على السطح بعض الأمور التي حاولت تجاهلها خلال الفترة الماضية وتجد نفسك مضطراً لمعالجتها. استعمل الحكمة. عاطفياً، تزداد متانة علاقتك بالحبيب أو الشريك وتسير في طريق الحب الصحيح، وتصبح على مسافة قصيرة من تحقيق بعض من طموحكما.